تكتب سكريبت. إيه أنا ما أبي فضفض، أنا أشتكي الواحد واحد مع واحد بس. أرجوك عبد الله جميري لا تحدني على الشان، ما أبي، ترى أنا إنسان على طول أقعد معك شوية فضفض لك. خلنا على الطابخ والمور. في خاطرك كلام كثير بزحمة كلام داخلي، قول فضفض. قلب تنفسر أحلام ليش؟ لا ما أنا دخل هذاك أحلام ورؤى. صح. لا هنا اسمعني بس. أنا أبغى أسمع منك لا أقل ولا أكثر. ممكن نحل المشاكل مع بعض. مشاكل وايد كثيرة مشاكل. عطني أحد المشاكل. خلنا نتكلم عن المشاكل اللي داخل البرنامج. يلا قول. لا الحمد لله. مشاكل برا. اشتقت لمن؟ علمني صدق. والله البنتي صراحة. البنتك شو اسمها؟ النوري. النوري كم عمرها؟ 3 سنين. اشتقت لها؟ اي جدا. توقع النوري تتابعك الحين ولا؟ هي بتدق علي الحين. متأكد. هذه 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 يعني هذه رسالة الأمة يعني، خلي النوري تتصل علي. ايه. أنا يعجبني الفاهم. طيب. لا بعدين يقولون وجهك على الشاشة. الشاشة. وش تقول نوري بنتك؟ كم لك فاقدها؟ إن شاء الله ما تفقدها إن شاء الله. كم لك فاقدها الآن؟ كم لك غايب عنها؟ 20 يوم؟ إيه تقريبا، لا كم حنا السكريبت كم؟ 21. 21 لا مو ب20 تصفية 3 أسابيع. النوري تسمعك الحين واقفة قدام الشاشة تتابعك ومبسوطة ومستانسة أن تشوف أبوها وهي معتزة وفخورة جدا، هي أمها كذلك. إيش توجه لهم رسالة؟ أقول دقوا علي. هذه رسالة توجهها لهم؟ إيه. وجه لها كلام بحيث إذا كبرت بعد 5 سنوات 10 سنوات تدري إن عندها تروح تفتح اليوتيوب وتشوف هذا المقطع قدام. اسمع يا أخوي. ها تشوف هذا المقطع قدامها. أي وتعرف إن أبوها كان. وتسمع رسالة وتسمع صوت أبوها وتسمع رسالة أبوها لها. دقي علي نفدا عينك. دقي علي. أنت تقول عمره 3 سنوات. إيه. كيف تبقي علي؟ تفهم. أنت قبل شوي تقول ها ها وتجيك من هناك. الآن وجهت رسالة بعد 10 سنوات تكبر البنت وتشوف هذا المقطع، تفضل. مقطع مسجل في اليوتيوب بعنوانه بث مباشر سكريبت 20، غدوة سكريبت 21 عفوا. أبو علي. وصلك؟ بنتك النوري مسكينة. مسكينة ذاك السعنونة عمرها 3 سنوات قدام الشاشة تنطنط. كنا أشوفها تنطنط الآن تنطنط. لا حلو. بين لي إنك مشتاق. ايش اسمها؟ حنيت لبنتك يا اخي. شيء اي 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 حضر مشاكل. نوري جعلني فدا كبدش وعمرش وحياتش، انا اشتقت لك شوق يطغى على كل المدن. دقي علي عشان يكمل الشوق. دقي علي يا شباب بالله، اذا دقت عليكم نوري لا تستقبلون قرن والله. دقي علي دق على السوبرماركت. دقوا علي خلص رصيدك. دقوا علي والله هذا كذا اسويها يوم كنت طفران. ما في رصيد الا 3 هلالات. الو دقوا علي طاح احمر. بس انا ما الومك. ليه؟ يعني واضح اني داهمتك بالسؤال وما كنت محضر، والمشاعر يبغى لها تحضير شوي. وين انا؟ اي ابغاك صادق. ها؟ صادق. وترى اصدق المشاعر اللي الواحد ما يقدر يعبر عنها تطلع كذا لا إراديا، تطلع مشاعر صادقة. الصدق الصدق يا عبد الله، الصدق صراحة. ها؟ سخاف انك تضربني بالعقال الصراحة. لا والله. ها؟ والله شوف احنا اشتقنا. يا حلو الصدق. اشتقنا لها بس اني انا واقف هنا انا داري انها فخورة. طيب انا عندي احساس انه ما عندك اصلا، ما انت متزوج ولا عندك بنت. ها ها انا اقول عندي احساس. لا. احساسي كاذب؟ ادعوا يا عرب ادعوا ادعوا ادعوا. ادعو لعبد الله؟ لا ادعو لعبد الله بالتوفيق والهدايه. ما فهمت لك، انت انسان غريب صراحه، مراوغ. ما ايه كنت لاعب. بنتك النوري عمرها 3 سنوات صحيح؟ ايه والله؟ ايه استغفر الله. لا عبد الله روح هناك. الله يسلمك عبد الله. روح في 4 مسابقين. يعني لا متزوج ولا عندك النوري سايق على الفيلم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احنا ناس نكذب ولا نحب الكذب. عادي كنت تمزح صح؟ مزح بيننا. لا كلها مزح. يعني